الفرنسي باتريس كالتيرون المدير الفني للنادي الاهلي بيجتمع بعاشور والشناوي وفتحي. ثلاث لعيبه اسمائهم كبيره، عاشور كابتن الفريق، احمد فتحي طبعا نجم كبير جدا، والشناوي الحارس الامين، مع شريف اكرامي للنادي الاهلي. النهارده الثلاثه دول قعدوا مع باتريس كالتيرون، هو كان عايزهم في ايه؟ انا بصراحه ما عنديش اي معلومه. اكيد كان اجتماع الهدف منه الحس على الروح اللي ماشيين بيها يا جماعه، ولازم عاشور بصفته كابتن الفريق عايزين نوصل للمستوى المطلوب، عايزين نعلى ماتش عن ماتش، عايزين ننفذ التعليمات، عايزين يبقى فيه التزام، عايزين 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 دايما نشوف الاهلي بالشكل المأمول بالنسبه لكل عشاق النادي الاهلي. ايضا الشناوي اكيد برده حافظ على مستواك، احنا ماشيين كويس جدا مع الحراس بتوعنا، كله في مكانه، كل واحد عارف دوره ايه. فتحي طبعا نجم كبير جدا، واكيد ليه ادوار غير الادوار في الملعب، اكيد ليه ادوار بره الملعب كمان. عشان كده الفرنسي باتريس كالتيرون عمل اجتماع معاهم النهارده هذا الثلاثي، واكيد بيجتمع مع كل اللعيبه فيما بعد. كمان تقسيمه قويه قام بيها النهارده المدرب العام محمد